السلام عليكم. اليوم القصة في السودان، لكن قصة جميلة جدا جدا. القصة كانت في عام 91 لعائلة فقيرة جدا تعيش في أطراف ود مدني. هالعائلة مكونة من أب وأم وعندهم 3 من الأولاد وبنت. كل طموحهم في الحياة أن عيالهم يكملون دراستهم وأن يكبرون ويشدون حيلهم يعني في هالدنيا ويشيلون أمهم وأبوهم، يعني بكرة إذا صارت عندهم وظائف زينة ورواتب وكذا أن تعدل أوضاعهم المادية. هم ناس فقيرة وبسيطة جدا، لكن الأب مجمع شقى عمره كله بس علشان يصرفه على دراسة عياله. المهم الأول والثاني من الأولاد دخلوا المدرسة ما شاء الله شطار، وبعدهم البنت، بقى الولد الأخير اسمه إبراهيم. يعني ولدين بنت وبعدين ولد، 4 كلهم. الثلاثة الأولانين الولدين والبنت متفوقين في الابتدائي، في المتوسط، الثانوي، أمورهم جدا ممتازة، شطار، رغم أن أمهم وأبوهم ناس أميين، لكن سبحان الله الأولاد كذي لهم عندهم فطنة وذكاء ويستوعب الدروس بسرعة وحريصين على الدراسة. الولد إبراهيم الصغير دخل الابتدائي، جلس في المرحلة 4-5 سنوات أبدا ما ينفع بأي شيء. الولد ما يستوعب، لدرجة أن شكوا فيه إدارة المدرسة وكتبوا فيه أن هذا يمكن يكون من المتخلفين عقليا. الولد أبدا يعني عقله ما هو بعمره، قالوا هذا فيه شيء. علاوة على ذلك ان الولد يحب اللعب وفيه شطانة شوية، يحب اللعب وما يهتم ابدا في دروسه، ودائما مشاكله في المدرسة انه ما يحضر الكتب ولا الدفاتر ولا كثير مشاكله. والاب انزعج منه، ويوم من الايام مسك زوجته قال له اسمعيني، احنا هدفنا الاساسي ان نخلي العيال يكملون دراستهم وان بكره يحصلون على وظائف زينه. قالت اي نعم. قال لها انت عارفه الفلوس اللي عندي يا دوب تكفي لهم، اما يكون عندي ولد مثل ابراهيم ادفع له المصاريف على الفاضي ومشاكله كثيره، ولا وصار يغرمني مرات، يكسر طاولة يكسر كرسي في المدرسة، ملابسه دائما متسخة، أضطرني أبدل الملابس، الأحذية ما تستمر عندي لازم أشتري كل شوي حذاء، وهذه التكاليف لو أصرفها على الثانيين الشطار أفضل. قال إيش تقصد أنت؟ يعني نخليه عالة علينا هني في البيت؟ قال له حتى العالة علي في البيت ما أقدر أصرف عليه. اسمعيني، في مدارس إسلامية أو يسمونها الخلوة تكون موجودة في المساجد وفي المجمعات الإسلامية اللي يتبرعون فيها أهل الخير من تجار داخل السودان وخارج السودان من دول أهل الكرم والعطاء اللي يأسسون هالمراكز هذه في الدول اللي تحتاج. قال هذه الخلوة يهتمون بالأولاد، في منهم يجلس عندهم 5 سنوات، طبعا يتكفلون في مسكنه ومأكله واللبس ورعايته وحفظ القرآن والعلوم الإسلامية. في منهم يقعد 5 سنوات، في منهم 10 سنوات، وفي منهم يجلس فيها الخلوة 30 سنة، خلاص يندمج فيها المجتمع. وهذول موجودين في أماكن معينة بعيدة عن المكان اللي احنا عايشين فيه. ايش رأيك ناخذ إبراهيم ونوديه للخلوة وهم يتكفلون فيه، وان شاء الله الله يهديه على الأقل يشيلون تكاليفه.
احنا لازم نضحي فيه. الام في البداية زعلت وتضايقت، قال لها ما في حل يا بنت الحلال، والله راح يأثر على اخوانه وانا وضعي المادي جدا تعبان، والله يمكن يأثر على اخوانه وبكره يصبحون كلهم نفس الشيء، يشوفونه يلعب وهذول يدرسون، ياخذ مصاريف اكثر منهم، صغير وشيطان وانا رجال تعبان ما عندي قدره اني اركض وراه. الام زعلانه ان اصغر واحد يعني، بس فعلا صار يرهقها هي كذلك. وبعدين وين بيوديه؟ بيوديه الخلوه، مكان زين يعني، وناس درسة وتحفظ القرآن وشيء طيب، لكن للأسف للأسف يعني في الجهل عند البعض، يقول الخلوة يعني كأنه مكان سيء، يعني مكان أسوأ من الدراسة. بالعكس الخلوة مكان ممتاز جدا لما واحد يتعلم الدروس الإسلامية، وهذه الخلوة كذلك يعطونا شهادات، ما هي مثل الشهادات الدراسية العادية لا، لكن شهادات دراسية إسلامية، يعني مثل المعاهد الدينية اللي منتشرة في كثير من الدول. فقالت الأم خلاص نتوكل على الله، وفعلا ياخذ ولد إبراهيم وهو صغير، يعني عمره ما يتجاوز 8 سنوات تقريبا، 9 سنوات، ويسافر فيه إلى المدينة اللي فيها اللي هو المركز الإسلامي الخلوة، هذه جنب المسجد مسوي لهم نفس المجمع السكني كأنه مدرسة، ويهتمون في مجموعة من الطلاب. وكلمهم في البداية قالوا له هذا عمره وكذا ولازم نختبره في البداية، ترجاهم والله يخليكم وكذا. قالوا له يبا خلنا أخذه يلا مو مشكلة، خذوه. قالوا له تقدر تزوره كل شهر وتقدر تتابعه وما في مشكلة عندنا. الأب أول زيارة له لإبراهيم بعد 6 أشهر، ما عنده حتى القدرة أنه يسافر يصرف فلوسه على السفر علشان يشوف إبراهيم، يقول يعني إن شاء الله بأيدي أمينة يعني ما له داعي يشوفه. جاه أول مرة بعد 6 أشهر، المرة الثانية بعد 1 سنة، بعدين تركه مرة واحدة. الأم إذا سألت قال لها يا بنت الحلال يعني وين هو موجود؟ أحسن ما يطلع بالشوارع، موجود عند ناس يهتمون فيه وهم المسؤولين عنه، وخلي يعيش حياته، الولد يعني تعبان وإن شاء الله. أنا خاف أني أراجعهم على يوم يقول تعال اخذه، لأن يكتشفون ما هو قادر أنه يستوعب، مستحيل هذا يمشي وياهم موضوع حفظ القرآن، ويبي له الذهن صافي. فعلا ترك إبراهيم وتروح الأشهر وتجي الأشهر، وروحي يا سنين وتعالي يا سنين. إبراهيم اكتشفوا فيه الماسكين المركز إنه يملك صوت عذب وخيالي، حفظوا أول آية آيتين ثلاث سورة سورتين، خلاص الولد اضطر أنه يمشي على النظام، حالة حال الطلب اللي موجودين اللي يحفظون واللي يقومون على الصلوات واللي كذا، وما عنده شيء ثاني غير الحفظ والدراسات، وصاروا يعطونهم برامج رياضية واندمج معاهم، خلاص كأنها مدرسة داخلية يسمونها يعني. ولما بدأ يعلمون التجويد والترتيل وكذا ويقرأ لهم، المعلم اللي كان مشرف عليه اكتشف ان صوت ابراهيم صوت جبار، راح بلغ الإدارة قال لهم يا جماعة تدون هذا ابراهيم صوته شيء يخوف، قال لهم صدقك انت ابراهيم؟ مستهينين فيه، قال تعال اجيبه لكم. وفعلا يقرأ اول مرة ثاني مرة، صاروا يحفظونه ويحفظونه ويهتمون فيه ويطورون من هالموهبة، وما شاء الله عنده صوت والله مو على عمره، يعني صوت جهوري وجميل، إذا بدأ يقرأ القرآن يهز أوتار قلبك. أم بسطوا عليه
لا ابراهيم صار يحفظ ما شاء الله، اول جزء ثاني جزء ثالث جزء، مع مرور سنوات ويختم القرآن ويكرمونه ويدخل على الدراسات الإسلامية ويحفظ الأحاديث ويدخل على الفقه ويدخل على العقيدة، ما شاء الله أصبح لديه ذهن متفتح أفضل من غيره، وأصبح من الطلبة الأوائل في هالمركز. يوم الأيام ويقدم لهم رجل أعمال حفل تكريم، والحفل هذا عطاهم مبلغ مثل تحسين وضع يعني الأوائل وتحفيز حق باقي الطلبة، لما يشوفون أنه يتم تكريمهم يتحمسون أكثر، بالإضافة إلى أن عمل لهم رحلة منسقة من قبل الحكومة مع الجهات الحكومية في الدول الأخرى الإسلامية. أول شيء بيودونهم للعمرة على حساب الدولة والسكن وكذا، يجلسون فيها أسبوع أسبوعين وينتقلون إلى الكويت لزيارة المراكز الدراسات الإسلامية اللي موجودة في الكويت ودور القرآن والمسجد الكبير، يعني مسوي لهم برنامج رحلة يعني. وفعلا من الأوائل إبراهيم، أو يأخذون إبراهيم معاهم ويأخذونه بهالرحلة. كانت أمنيته أنه يروح للعمرة، خلص العمرة وفعلا وخذوه بعدين استكملوا الرحلة إلى الكويت ويجيبونه هني في الدراسات الإسلامية، يوم يودون المكان الفلاني، يوم ملتقين فيه الشيوخ اللي هم المعروفين يعني في حفظ القرآن ويسووا الاختبارات والعالم مبسوطة عليه وتم تكريمه. المهم كان مبسوط، حس شلون القرآن الكريم كون لإبراهيم شخصية جميلة جدا جدا، أخلاق، راقي، محترم، علم، ثقافة، منطق، صوت جميل، كل المواصفات الحلوة موجودة في إبراهيم. المهم الرحلة اللي في الكويت عبارة عن أسبوع، يخلصون رحلاتهم وزياراتهم الصبح، يروحون يتغدون يرتاحون في السكن بالليل. إبراهيم مبسوط على الأجواء اللي موجودة في الكويت، يعني أول مرة يجي ويشوف، يطلع من السكن قبل صلاة الفجر ويروح يتمشى يروح للمسجد، مرات يروح المسجد اللي قريب من المركز، مرات يتعمد يروح لأنه يشوف منارات في مسجد كذلك أبعد شوي، يروح يتمشى إلى أن يوصل للمسجد اللي هناك، يتمشى ما عنده يعني شيء ويشغله ويبي يعني يخلو بنفسه، يوده يوصل للمسجد قبل المصلين كلهم. وفعلا راح للمسجد هناك ودخل على موعد الأذان، استغرب أن المؤذن تأخر ويطالع الساعة يشوف التوقيت ويسمع المساجد الأخرى بدت الأذان وهالمسجد إلى الآن ما أذن، وفي شياب جالسين في المسجد كذلك حاضرين بوقت مبكر. واحد فيهم قال شاف هيئة إبراهيم يعني هيئة شيخ، قال شيخ أذن يا شيخ. إبراهيم يقول زين شلون أذن يعني، لأن تعرفون الحين نظام سيستم صوت وميكروفونات، قام الشايب وعلمه، شايب من أهل المسجد طق له الزر هذا اللي شغل الميكروفون وقال له أذن، ويقوم إبراهيم ويأذن أذان ولا أعذب لصلاة الفجر. لو أنك نايم وتسمع هالصوت يفز قلبك على هالصوت اللي
اللي يخترق الصمود، الصمت، صمت النيام هذا. وحضروا الناس اللي تبي تصلي، جاء موعد الصلاة، الإمام طلع متفق مع المؤذن ان ابيك انت اللي تأذن وتصلي اليوم فيهم، لانه هو ساكن في منطقة بعيدة، فيوم على المؤذن ويوم على الإمام بس صلاة الفجر، لان الإمام ساكن منطقة بعيدة شوي. في هاليوم المؤذن الليلة اللي قبلها تعبان وما صح على الصلاة، ماكل أدوية وتعبان يعني، ويلتفت نفس الشايب على إبراهيم قال له شيخ صل فينا شيخ، مسمع صوته يبيه يعني يصلي فيهم يعني. ويتقدم إبراهيم كل ثقة، أو يبدأ يقرأ عليهم ويصلي فيهم بهالصوت الشجي الجميل اللي أهل المسجد أول مرة يسمعون صوت بهالعذوبة هذه. يوم خلصوا الصلاة نص أهل المسجد راحوا له يسلمون عليه ويعتقدون هذا الإمام الجديد، أو الظاهر مبسوطين، والظاهر إمام مذاك من قام ينسق مع المؤذن ما هو مضبوط تأخر عجبهم إبراهيم واعتقدوا أن هذا الإمام الجديد، استانسوا. قالهم لا والله أنا جاي في زيارة للكويت، ويكلمهم يعني باللغة العربية كذي يسولف لهم. المهم بسطوا عليه ويمسك الشايب، هذا الشايب اللي أول مرة يقول له أذن بعدين قال له صل فينا، مسكه قال له أنت شنو مش قصتك؟ قال أنا في زيارة للكويت وضمن برنامج منحة ومكافأة لطلبة تحفيظ القرآن في السودان وكذي، قاعد يسولف له. قال له ها ومتى أنت ماشيين من هني؟ قال بعد يومين. قال لا لا بكرة ضروري ألتقي فيك، أبي أشوفك هنا في المسجد، أبيك الموضوع ضروري. قال حاضر إن شاء الله أجي أصلي عندك. قال أجل صلاة الفجر بكرة هني. قال أوكي. فعلا إبراهيم على الموعد راح لنفس المسجد صلاة الفجر، طبعا لقى المؤذن ولقى الإمام وبعد الصلاة ويلتفت يدور على الشايب، ولا هذا الشايب موجود يسلم عليه، تعال حياك الله. قال له أبيك موضوع، بس في البداية أنت الآن ضيفي، تعال خلنا نفطر مع بعض. ويجي عنده في البيت ويفطر وسوالف وضحك، وقام يسمع من إبراهيم، وإبراهيم قام يسولف له عن قصة حياته، وأنه هو محروم من أسرته، وأسرته تخلت عنه وهو صغير، وهو انشغل بهالدنيا وبالقراءات ويحاول إنه يزورهم لكن ما عنده فلوس لأنهم ساكنين في مدينة بعيدة وما عنده مصاريف، وعايش داخل هالمركز اللي الخلوة هذه اللي موجودة، والآن فقط أصبح عنده مبلغ بسيط اللي هي المكافأة، وقال إن شاء الله بس أرجع إلى السودان أنا راح أروح رحلة خصيصا لأسرتي. قال لا 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 سمعني سمعني إبراهيم سمعني إبراهيم إبراهيم أنا عندي مسجد وأنا بنيت على حسابي الخاص. وهو فعلا طلع هذا أحد التجار المعروفين جدا في الكويت، رجل خير وباني لمسجد صدقة يعني وقف. وقال المسجد الآن يعني أنا قاعد أشطب فيه على أفخم طراز من الأثاث والبناء والكذا، وأنا صراحة أبيك أنت تكون الإمام. قال له بس أنا ترى هني زيارة مؤقتة وراح أرجع للسودان. قال له ما في، أنت بس ترجع السودان أنا راح أرسل لك الفيزا وأرتب لك أمورك وأجيبك مرة ثانية، كل شيء على حسابي، وراح أعطيك راتب ما تحلم فيه. استانس إبراهيم، قال تعال خلينا نروح أنا وياك الآن للمسجد وشوفه. ويروح إبراهيم، ما شاء الله مسجد شيء خيالي جميل،
وحاط له سيستم صوت. قال ابراهيم اقرا اقرا، يقول حق ابراهيم اقرا اقرا شوي يعني صوت داخلي. وابراهيم استمتع بقراءه القران، قال خلاص انا موافق، وقال بعطيك راتب راح يرضيك وزياده. او فعلا اتفقوا على، اخذ صوره جواز ابراهيم ورقم تليفونه، وحتى راح حق مركز الدراسات اللي في الكويت وتواصل مع الناس اللي مشرفين على الرحله، وخذ كل بياناتهم. خايف ان ابراهيم يفلت من ايده، اعجب في ابراهيم خلاص، وتاجر كل شيء يسوي. راح ابراهيم للسودان وارسل له هالتاجر الفيزا والتذكره ومصاريفه، ويجيبه مره ثانيه للكويت ويصير امام المسجد. لا، صار المؤذن والامام. حتى هالتاجر قال له ما له داعي تجيبوا لي مؤذن، ما له داعي، هذا هو المؤذن وهو الامام، وانا مبسوط على الاذان ماله، مبسوط كذلك على الصلاه وصوته، خلوه عندنا. قال له براحتك، احنا كنا بنكلف لك يعني مؤذن وامام من عندنا. قال لا لا لا، انا ابي هذا. حتى وزاره الاوقاف اختبروا ابراهيم، لانه ما يصير يصير امام ويعني فقط انه تاجر والله جابه. قال لهم اختبروا قالوا يبا ما شاء الله هذا حافظ القران وتعلم الاسلاميه وكل شيء يعني مقبول. ويستمر ابراهيم في المسجد، حتى المسجد من جمال صوت ابراهيم مع انه بعيد واطراف احد المناطق في الكويت، الا ان في ناس صارت تتقصد تروح تصلي عنده صلاه المغرب والعشاء، وانبسطوا عليه. شهر شهرين ثلاث سنه، هذا التاجر معجب في ابراهيم وعطاه رواتب وخلاه مبسوط، وقال له اي شيء تبي انت يا ابراهيم بلغني. قال له جزاك الله الف خير، انا ما ابي الا راتبي، وانا اصلا يعني دين ودنيا، يعني هذا صحيح ان هذه وظيفتي، لكن كذلك انا ماخذها كدين، يعني هذه يعني صلاه في الناس وفيها اجر وفيها كذا. قال له الله يبارك فيك. هذا التاجر كذلك عنده اعمال كثيره تجاريه. يوم الايام عنده محاسب، وهذا المحاسب مسك حسابات الشركة عنده، شركة مقاولات بيع المواد الإنشائية وغيرها، وهذا المحاسب يثق فيه مع أنه عنده كثير من العمالة من المهندسين وكذا، لكن هالمحاسب هذا كبر ويبي يمشي ويبي واحد يثق فيه. طرى في بال إبراهيم، كلم إبراهيم قال إبراهيم أنت شلونك في الحسابات؟ قال لا ممتاز، يعني أنا صحيح إني دراسات إسلامية، لكن كذلك يدرسونا الحسابات، يدرسونا العلوم، كل شيء يعني. شنو تبي أنت آمر؟ قال لا أنا أبيك يعني مثل المحاسب. قال له يعني شوف أنا أعرف، لكن مو بروفيشنال يعني لدرجة إنك تعتبرني محاسب يعني معروف يعني مستوى محاسب. قال لا موضوع بسيط، يعني سوي جرد للمواد الإنشائية وتستلم المبالغ وبس وتوردها لي بس. قال لا ما عندي مانع. زين والصلاة؟ قال ما تقطع عن الصلاة، هذا الفترة دوامك يكون بين الصلوات، عندك تقريبا بين كل صلاة وصلاة عندك فترة، يعني مثلا عندك من الفجر للظهر هذه فترة ميتة، يعني هذه أكيد بتداوم فيها، ولا تداوم بين الظهر والعصر، لا بعد صلاة العصر تجيني، ليه قبل صلاة المغرب ترجع لمسجدك وخلاص. قال لا أبد، قال لو لك راتب ثاني. انبسط إبراهيم، قال يا رب لك الحمد، أصبح راتبه يعادل راتب، ما بيقول هالكلمة لكن راتب قوي، وبالنسبة لبلده يعني راتب كبير جدا جدا، خصوصا أن هالتاجر يتعمد انه يرهي على ابراهيم. الحين خلونا من ابراهيم نروح الى اسره ابراهيم. اسره ابراهيم نسوا الولد وكبروا العيال الاثنين، واحد مهندس وواحد طبيب، والبنت كذلك اصبحت مهندسه وتزوجت وراحت مع زوجها والله سهل عليها. المهندس والطبيب تخرجوا بتفوق مع مرتبه الشرف،
وفرح فيهم أبوهم، لكن قعدوا سنوات جلسوا في البيت يبحثون عن الوظيفة ما في، والأوضاع ما جت على المشتهى. حاولوا 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 أبدا، وتعرفون صحيح في وظائف لكن قليلة، واللي عنده واسطة في السودان وغير السودان. هذا شيء يعني ما فيها يعني توقعات، هذا شيء حقيقي وحاصل، وهذا اللي صاير مع أخوان إبراهيم الكبار. اضطروا إن يشتغلون في التحميل والنقل وتركوا الشهادات على جنب إلى أن يعني يوم الأيام يحصلون على أحد يتوسط لهم ولا كذا ويشتغلون في تخصصاتهم أو شهاداتهم. شوف شوف شو يعني الشهادة ما نفعتهم، والوضع المادي تعبان جدا، يبون يتزوجون ما هم قادرين، يبون يستقرون يفتحون بيوت، يبون سيارة، يبون ما في ما في حبيبي. والأب صرف كل اللي عنده، والآن أصبح كبير في العمر ما هو قادر حتى يشتغل، والأم كبيرة وتحتاج إلى علاجات وأدوية، والوضع أصبح من سيء إلى أسوأ. لكن إبراهيم كل ماله يغتني، رواتب ورواتب دبل، التاج مرهي عليه. سنة سنتين ثلاث، إبراهيم مسك التاجر قال له اسمعني طال عمرك، أنا بروح للسودان وأبي أشوف البنت الحلال وأتزوج وأجلس لثلاث أربع أشهر وأرجع، والمبالغ اللي عندي هذه بروح بشوف أشتري لي بيت، أشتري لي قطعة أرض. قال له روح الله يسهل عليك، وأخذ هذه هدية مقدمة حق زواجك وحق بيتك. ما شاء الله ويعطيهم مبلغ. إبراهيم طار من الفرحة ويسافر للسودان. طبعا ما راح لهلا، راح في البداية حق الناس اللي تربى عندهم شيخ الدين واللي ماسكين وكذا، وقال أنا بدور على بنت حلال. قال له واحد من الشيوخ تعال يبا أنا زوجك بنتي، وزوجوه وسووا له حفل زفاف واشتروا له قطعة أرض ورجع مرة ثانية للكويت. ما كان عنده وقت حتى يرجع لهلا، وخايف يرجع لهلا أنه يعني ما يبونه، وهو ما يدري شنو أوضاعهم، هل هم أغنياء هل هم ما أدري شنو ما يدري. المهم رجع للكويت مرة ثانية واشتغل كم سنة، وبعدين دخل في موضوع معرفة البيع والشراء بالمواد الإنشائية، وصار يفهم هو اللي حاسب وهو اللي كذا، ويعرف وين مصدر المواد وشون تنباع وشون تجزئ، يعني فنش البيع والتجارة. يعني بعد كم سنة قال حق التاجر أنا والله خلاص أبي أسافر وأستقر. قال الله يسهل عليك، والله يا إبراهيم ما ودي تفارقني، أحس إنك بركة والله، من جيت عندي واشتغلت معاي حلالي وثروتي كل مالها تكبر بركة رب العالمين ثم بركتك أنت. قال له جزاك الله خير وبيض الله وجهك، وأنت ما قصرت فيني، فتحت لي بيت وتزوجت ويا رب لك الحمد، وأنا بروح أستقر في ديرتي. قال له روح الله يسهل عليك. يوم راح وعنده مبلغ، أول ما وصل هناك ويفتح له مخزن يحط فيه المواد الإنشائية، وبدأ يبيع ويشتري ويبيع ويشتري، والله فتح عليه. بالإضافة إلى أن أصبح إمام مسجد جنب البيت وجنب المخزن، وثروته كل مالها تكبر، وصار عنده عيال. وفجأة تذكر أسرته، استغفر الله، يا والله الدنيا خذتني، كل ما بقول أروح أزورهم أنسى، كل ما بقول قال إلا أروح لهم. وفعلا ويسافر إلى المنطقة اللي كان عايش فيها وهو صغير لقى بيتهم، ويدخل ولا أمها العجوز المريضة ويسلم عليها ويقول لها أنا إبراهيم، والأم صدمة صارت تحضن فيه وتبكي. قال وين أبوي؟ قالت له أبوك موجود بس الظهر طالع عنده شغل شوي، ولا راجع أبوه مسكين على هالعكازة. ويقوم إبراهيم يحضن في أبوه ويبوس فيه وبدينه وبرجوله، يا يبان إبراهيم
الأبو انصدم، شاف إبراهيم من هيئته ومن لبسه عليه الوقار والهيبة، وقعد يبكي. جلس أبوه شوي، ولا داخلين عليه إخوانه جايين من شغل مهدود حيلهم. قال له عارف هذا إخوانك، عارفك عليهم، ترى أخوك هذا أصبح دكتور والثاني مهندس، لكن الآن قاعد يدورون شغل يعني بسيط في السواقة يعني كحمالية وكذا، لين إن شاء الله الله يرزقهم. قال شنو؟ أخوي دكتور والثاني مهندس واشتروح حمالية؟ ليش؟ كان ما في وظائف، يدورون جبنا واسطات وإحنا ناس فقير وناس بسيطة، منو يتوسط لنا؟ تزوجتوا؟ قال لا والله ما تزوجتوا. شو ما تزوجتوا أنتم أكبر مني؟ قال أنا بقول لكم شنو وضعي، أنا ترى الحمد لله عندي الآن ورشة كبيرة وعندي مخزن وعندي بيت كبير وأنا متزوج وعندي أولاد ووضع المادي جدا ممتاز وقصتي كذا 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 كذا. قال وإخواني أنا مستعد أخليهم معاي شركة في العمل اللي عندي هذا المخزن، والله ما ألقى أفضل منهم. وكم بيعطونهم كمهندس وكدكتور؟ كم بيعطونهم الراتب؟ مثلا $1,000 أنا أعطيهم 4,000-5,000 دولار. الحمد لله الخير كثير والعمل التجارة أفضل من الوضع الآن السيء، يعني يقصد الوضع الآن ورواتب ضعيفة فالتجارة أفضل بالنسبة لي. قالوا إيه والله أنت شلون صرت كل هذا؟ قالوا ما أنا قصتي في هالمركز الله فتح علي وعوضني خير. وصار يعني يلوم أبوه وأمه، ترى الخلوة هذه هذه أصلا أكبر هدية أنتم قدمتوها لي، تعتقدون أنكم نفيتوني؟ تعتقدون أنكم يعني رميتوني؟ لا والله أنتم أصلا سويتوا فيني خير، أنكم وديتوني للمكان المناسب اللي يصلح لي. الحين أنا إمام والحمد لله يعني أعمل في كمأذون شرعي وكشيخ، وأنا يعني في لجنة لجان الإفتاء وكذا، بالإضافة إلى أنا إمام مسجد وعندي تجارة وعلاقات وكذا سبحان الله. ويشتغلون أخوانا عنده ويزوجهم وكل واحد يبني له بيت وياخذ أمه وأبوه عنده، وإلى الآن إبراهيم يعتبر من أكبر تجار المواد الإنشائية وشيخ دين، رجل كريم طيب صاحب أيادي بيضاء ومعروف جدا عند أهالي منطقته. القرآن الكريم دائما يعز صاحبه اللي يحمله بين ضلوعه سبحان الله. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.